عزيز عليا أنا يحب كل واحد يحب سواه يحب البراني كل واحد يحبه كده ما يحب العداوة حتى مع واحد ويحب يضحك مع كل واحد يلعب مع كل واحد ويحب كل واحد كان عزيز عليا بزاف ولدي عمل الخير ورا في جنيت نعم venir faire un concert pour nous, pour notre édition. Sahou se présente tout seul au studio. Il avait ramené Fadela. Et Fadela, je ne l'ai jamais connu. C'était ce jour-là, il m'a dit, c'est Fadela, c'est ma femme. Parce qu'un selfie qu'on fait, vous savez, tradition de selfie, c'est qui m'appartient. J'ai dit, écoute Sahraoui, pourquoi Fadela, elle est là, essaie de faire un duo. Il m'a dit, on va essayer. Ça a été un essai, hein. Le premier essai, j'ai fait la prise. Pour eux, c'est une répétition. Moi, j'ai fait la prise, c'était fini, c'était impeccable. Je dis, on n'a pas à le faire. C'est très bien fait parce que vous savez que le fait de le dire qu'on va enregistrer, ils vont se contrôler plus, c'est pas bon. Hein. Ça a été le succès de. قال لي يا راه سمعنا لافو تاعي كانت على بوك الاغنيه تاع سيدي بومدين كانت مشهوره غنيت الاغنيه تاع سيدي بومدين هذيك انا اللي طوني غنيت له هو سمع هذيك لافو عجبتها بزاف هذيك لافو اي قال لي بون قال لي عندك صوت مليح
ايوا سمينا طلع روسا دار سكسي ايوا ما هذاك لوف وانا نخدم معاه عملنا شو على الموضوع كتاب سلا انا لا هذا تاع هي تاع لي ديغام فلوس وعندك شو عمل فونكسيون ولا شانسون اللي درتها مع خالد صلع الانبي سما سيتي ليدي تاع ليدي تاع رشيد هو اللي عطاني ديك ليدي كان خالد هاني سجل وانا كنت نشوف في المسلسل هنايا قال لي رشيد الله يرحمه قال لهم تسجلوا مع خالد انا قلت له يا باترون toujours ensemble, mais Khaled, chaque fois où il veut faire un grand produit, le grand travail, il le fait avec moi. On te met là, Inch'Allah, il y a le blad là, il y a le blad, tu vois. Je te dis que le roi, tu as le roi, il a le roi, il a le roi, tu vois, il a le roi. نخدم حتى في المدح مع جروب عيساوة بسم الكريم باش بدينا وطلوا علينا ذكروا يدد علينا يا بابا ذكروا يدد علينا يا بابا الله يرحمه كان يحوس يطور لي زونسيان ستيل افي دي نوفيل تكنيك Comme par exemple Sof. Ou Nakhl le premier CTO c'était avec Mejum Sof. كل راي مخدمش غير الوهراني خدم مام لستي العباسي مع راي ناري وصلنا لهذاك الهدف تسمى دعمنا واحد اللي دعمك الانسان اللي ما ينساش مش عارف شكون مشي راسي ما نبانش انا نقول لك ساعه عمري ما شفت بنادم كيما هذاك والله العظيم مازال في لحد الان مازال ما شفت بنادم كيما هذا وهذا سيدنا رمضان ندعو له بالرحمه ليه لامه محمد جميعا ان شاء الله وكما فكرتوه الله يجعل ربي يفكرنا كاع ما لي سوفوني تاعنا تاع رشيد بزاف باسكو حنا دخلنا انا شخصيا عندي يعني متوالى هادو اللي دخلوا الحرفه تاع الحاسد رشيد كان سابقنا وانا بوكو ابري من عنده يعاونك يعطيك وما يديش يعطيك زعما ما يقراش هذيك كونتر بارتي زعما يطماطا تزيد انت تعطيهم لا ما تعطيش رشيد قلت لك هذه هي المورا اللي فتحها رشيد هو رشيد رشيد تسمى عفتان 14-26 انا اللي بديت قاعد انا كنت لا بومي فور مالي بديت باسكو شيك عليه هو ما كاين ديجا والحق الحق انسان يعاونني
نخلص بشويه وديت عليه الماتيريال. بون رشيد بابا احمد بور نو ميتون سيت اون غران بيرس لا بروف اون اي دونك il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs actuels. Je ne veux pas citer tous leurs noms parce que c'est une liste qui est longue. Beaucoup d'artistes qui sont sortis du studio Rachid Ofik. Rachid, c'est une star, c'est une légende. Rachid Derbzef Souala. وبين بزاف لي جون كيما انور كيما يقولوا انور كيما فضيله وصحراوي فضيله وصحراوي اخ صديقنا الفنان وكذلك منتج يعني في نفس الوقت رشيد الله يرحمه سي غراس ا لوي كون ا ريوسي صدير كان يخدم هو اللي عطانا فرصه صدير في الكليب في الاشرطه هذو صديق كنا عندنا دي بروجي معاه وفي الحق يعني ديكور شجع كاع لا جونا في الشبان فريمون زعما غادنا بزاف ساعة سعيدة ما تبعد أموال وغدوة المكان والفرحة تغني البال وفلح ببلالي سحر وجمال سحر وجمال ها جوال يكون عندها دونسا ميوزيك ولا يبغي يبان يروح يروح عند رشيد Rachid, c'est Mozart, Beethoven, Schubert pour nous, pour l'Algérie. Kima Rachid, pour nous, c'est comme une équation. C'est l'espoir, c'est Kulch. C'est regrettable, Bachel Fardou, une graine de star qui m'a aidé le Kima Rachid. Les artistes qui les artistes qui héros. On peut commencer. كنت نشتيه بزاف كنجي لعندو يقول لي زواني فواجيت فواتمشي هاد الكلمة ما زالت باقية فيا وكنا معاه نقصرو غير الضحك شحال تلاقينا في باري مع أنوار كان يديه أنوار نخدمو في رحبة خدمنا شحال خطرة في رحبة أو غون يا أخي كنا ندوزو معاه شي وقيتات شتو دي با ما نقولكش وخلانا نفيد وانا ابري كيما فومي هذا الميدان السمعي هو انتقل الى ميدان البصري هيا رشيد خويا نبدا ولا غادي نبدا دروك يا دير كاستاك يا دير عطيني شويه صوت ما تخمش اسمع بوزيسيون تاع الميكرو هذه هي يا ساكور صافي بون هادي هيا غادي نسجل دروك Thank you.
ما عندي ما عندي علاش نخافي وعلاش انتم لاباس واللي هضر خاف بليد بي خاف بليد بي انا ان شاء الله ديما لاباس ديما لاباس ديما لاباس واللي هضر خاف بليد بي خاف بليد بي الدنيا غدارة الدنيا غدارة واش غدراتك انوار ولا ها كيش هادي مع الدنيا غدارة هادي لا ما غدرت مازال ما غدرت هادي باه داكور بك تو الدنيا ولا ها واش عندك شي بروجي ولا سي بيان سور راني بريباري في مون كاسيت جديدة نوفيل كاسيت وعندي اون تورني في لوروب بصح مازال شوية هذه لا كاسيت بون ماشي هذه واحده اخرى نوفيل كاسيت غادي ندير هالفتره غادي ندير لو سلو اون شونسون سلو ايوا سونتيمونتال جو وي بيان سور سلو سي بيان سور سونتيمونتال ايوا فيها ثاني ستيل ماروكان اسمها مخلطه بصح انا ا مون افي ا مون افي ترافاي ان بو دون لو ستيل دون لو ستيل رايا سا ديبون عندك يخرج عليك خير من واحد ولو كو تاعه انت دروك تبغي سونتيمونتال كاين اللي يبغي مغربي سا ديبون ياك Oui, bien sûr, ça dépend. C'est des reprises à deux en vidéo, les deux ou là Ah, des reprises. Les anciennes chansons Oui, les anciennes chansons. Hein Anciennes chansons. كيفاش هاد الدنيا غدارة هادي كيفاش حكي لنا اه بيان سور كيفاش هاد الشانسون منين كيفاش طاحت عليك كيفاش بيان سور الدنيا غدارة هادي اه قالوها ناس بكري ولا ناس بكري بيان سور ناس بكري وناس الوقت راهم يقول لك الدنيا غدارة سيفر الدنيا غدارة اه وي اليوم تكون مليح غدا ما تكونش مليح صافي بور تو الموند ولا غير بور تو الموند ها رسمي زعما ها 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 بان رحمه دابور الى في باسيون فيغ ليماج داير ملي نعقل عليه وانا صغير توجور لا كاميرا فوق كتفو ا شاك اوكازيون كي بريزونتي سا ديبون مارياج فيستيفيتي سا ديبون لو بريمي با تو اورني عقل في الدومين تاع التوناج مونتاج دي كليب سيتي مع انوار و تاني مع دوتر شونتور كوم باغ اكزومبل ريناراي C'est de là qu'il a commencé à produire sa première émission au Wash Raiko. Il faut que ça attache un peu à ce film-là, il est marocain, mais je suis marocain. وعيني مرضى لا تعاوني
كانت في المارشي اتصل يوسف مع راشد المرحوم راشد بارحنا تعالى باش نديرو دي كليب قالوا قال له سيسون فيكسي رونديفو جا راشد بارحنا وهرب درنا يا وحدي فيلميناها عندها في الطرف الجارة عندها ومن بعد قلنا لي كات شونسون اخرين باش نكملوهم قال لك رشيد لازم يطلع كلمسان قالوا طلعنا كلمسان طلع بدور انا كلمسان يوسف كان هنا على باب خدمته لعبت يوسومان يوسومان فيلمينا في الوريد فيلمينا في بوتاز ديالي المانيج دونك كان في المانيج و بارتو في لي زوندروا الملاح في كلمسان وبعد بعد سيمانة وكان معايا كان يفيلمي معايا في لاكاميرا إلياس ولد المرحوم رشيد ودرنا خدمة مليحة ورايح ما سيتي ان بروفيسيونيل. اختك كنتي تفرجي لي ميسيون حصه تاع شاكو واه كانت مليحه زعما من كل شيء التقديم كانت في كل شيء التنشيط كانوا الاغاني اللي يفوتوا فيها زعما مليح من حيث القيمه تاعهم المحتوى في المعنى بزاف كان يحب الرياضه يحب الرياضه كان يلعب الرياضه نوع كان يلعب لاطيرو رالي وكان رالي كان يحب لي رالي كان لا يديكو كان شانس كانت كاونت هنا في فرنسا كانت اورغانيزي لي رالي ديال رالي وحرت بزاف بسم الله والصلاة على رسول الله كان ولدي عزيز علينا كان يحب كل واحد يحب خواه يحب البراني كل واحد يحبه كان ما يحب العداوة حتى مع واحد ويحب يضحك مع كل واحد يلعب مع كل واحد ويحب كل واحد كان عزيز علي بزاف ولدي عمل الخير ورا في جنايت نعم بنسيبو لدي بنسيبو خي ما نسيبوش لا لا صبر ما شفتش عليك I'm
Beaucoup.